مساء الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء، وبرحب بحضراتكم في حلقة جديدة ومهمة جدا إن شاء الله من حلقات برنامجنا نص كلمة. النهاردة في نص كلمة هيكون معانا موضوعات هي موضوعات الساحة المصرية، زي موضوع التليجرام والتحديث الجديد اللي في 2020 فاجئنا بحاجات كتيرة جدا. يمكن 2020 مش راضية تودعنا غير لما تسيب لنا في الآخر كده يعني إيه حاجة جديدة. فإحنا طبعا قلنا لما نيجي نتكلم على موضوع زي موضوع التليجرام لازم نناقشه من موضوع الصحة النفسية. عشان كده أهم حد في مصر يقدر يكلمنا على موضوع الصحة النفسية هو المتخصص فعلا، واللي أنا فعلا بحبه جدا على الجانب الشخصي، وهو الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. دكتور جمال، مساء الخير عليك وبرحب بيك في نص كلمة. حبيبي استاذ محمد، ربنا يخليك يا حبيبي. اهلا بيك يا دكتور. طبعا يعني لما نيجي نتكلم على موضوع زي موضوع التليجرام اكيد حضرتك اهل التخصص، فمحتاجين راي حضرتك اولا في التليجرام عامه او في التحديث الجديد. بص يا فندم، هو دايما كل مواقع التواصل الاجتماعي الغرض منها، يعني الناس لازم تفهم مفيش حاجه بتيجي ببلاش. الغرب ما بيعملش حاجه ببلاش لوجه الله سبحانه أكيد وتعالى. اي حاجه بيعملها الغرض منها الحصول اما على معلومات كافيه عن المجتمعات بتاعتنا تمام، والمجتمعات بتاعتهم برضه، عشان برضه هيقول لك ايه، طب ما هو موجود عندهم، ما هو بيشتغل على الطرفين. من اي عمليات نفسيه النهارده، عمليات نفسيه خارجيه وداخليه، بتشتغل على العدو وبتشتغل على الصديق معاه. فهي بالظبط كل مظبوط شغل العمليات النفسيه دلوقتي مع العدو والصديق. فالنهارده هي كل القصه ان هو بيعرف معلومات عنك اكتر. للاسف الشديد احنا سوء تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي يمكن بيسيء الينا بصوره مبالغ فيها، فعلا اما ان فعلا احنا بننزل معلومات لا يعني لا داعي انها تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي قدام الجمهور. ودي للاسف انا بشوفها من ناس المفروض ان هم يشتغلوا في اماكن لا يفترض ان ينزلوا المعلومات دي على مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب ان في بعض الحاجات اللي بتنزل لنا واحنا بنشير وبنت لايكات وبنت كومنتات، بالضبط هي دي غسيل مخ. انا فعلا اسف، هو عايز يوصل لك معلومه بصوره خاطئه عن المجتمع بتاعك، الغرض منها الوقيعه ما بين الشعب وما بين القائمين على السلطه في البلد. وهي الناس و يعني بتتجاوب لده، والشير والكومنت واللايك ما شاء الله ما يعني. فرحانين هم بالظبط يعني. وللاسف الشديد كده واحد يعمل لها شير ويقول لك ايه، اصل دي ابن عمتي بعتها لي، اصل ده ابن خالتي بعتها لي، اصل ده ابن خالتي شغال في مكان حساس وهو عارف المعلومات دي. وهي فعلا القصه كلها معلومه جايه لنا من بره. للاسف ده في ناس بتشغل 300 او 400 اكونت باشاره واحده، فعلا واحنا بنمشي فعلا وراهم للاسف الشديد وبندمر بلدنا وبندمر ده النفسيه. يعني خد بالك حقيقة الاكتئاب اللي بيزيد داخل المجتمع واحنا كلنا بنشتكي، نقول لك اصلا عندنا اكتئاب، ما من المعلومات الخاطئه اللي احنا عاملين نسمعها فعلا ده حقيقة ونقعد نتناقش فيها ونتخانق مع بعض. يعني ده في ناس قاعده مصممه على الواقعه ما بين الاهلاويه ده والزملكاويه، وناس حقيقة. قاعدين احنا كانت أزمة الواقعيه أساسا، كانت أزمة من كام يوم بسبب لقاء الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا. الاهلي والزمالك، وناس فعلا كانت متعمده ان هي تشعل الموقف كان على مواقع وقتهم التواصل الاجتماعي. في مثلا ناس تنزل معلومات كاذبه، ودينا بنشوف الشائعات اللي بتنزل، اسعار بتغلى، ده مش عارف الدوله لغت ايه، الدوله عملت ايه، الدوله المشكوره اللي بعتت تجيب مثلا مصل الكورونا للشعب، يبتدوا يتريقوا على المصل ويبتدوا يتريقوا كمان. مش ممكن، مفيش حد هو طبعا بيعمل يا كده في دكتور الدوله لازم بتاعته. نشكر رئاسة مجلس الوزراء، لأن دايما بيكون في صراحة مع المواطنين وصراحة مع الشارع المصري، وبيكون في دايما إن احنا يعني بنأكد على الشائعات، ودايما بيكون القرار الصح طالع من رئاسة الوزراء. والله يا فندم بص، اقسم لك بالله انا راجل في مرحله سنيه مش مستني حاجه من حد، أكيد طبعا، ربنا والحمد يدي لله رب حضرتك العالمين. طول عمر. يعني انا شايف ان الدوله اللي بتعمله حاليا ما حصلش من سنين. حقيقة دي حقيقة المشكله عندنا في القائمين على التنفيذ. الدوله بتعمل حاجات كويسه جدا 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 جدا، ولكن في مستوى معين من المنفذين اللي هو المستوى من صغار كبار الموظفين، هم اللي ما زالوا بالعقلية البيروقراطية بتفسد كل شيء، فعلا، إما عن تعمد لإفساد العلاقة ما هو بين أكيد عن الشعب تعمد والحكومة، أكيد. أو إن هم هي البيروقراطية هم اتغرزوا في فترة زمنية معينة طلعوا منها ببيروقراطية، وكمان أو بيدوروا على مصالح شخصية. طب يا دكتور النهاردة كده نعمل مع الناس يعني اللي يكون ما هي هو مصر المتابعة يا على فندم، كده، المفروض نعمل معاه ايه؟ المتابعة
لازم متابعه. ما بص، الوزير انه يدي اوامر، يعني النهارده دكتوره وزيره الصحه بتعمل حاجات شغل عالي جدا جدا فعلا جدا، حقيقة لكن ما فيش متابعه. المتابعه يعني لازم من الوزيره والمساعدين والمستشارين. لازم النهارده انا احسس كل مستشفى ان الوزيره ممكن تدخلها في اي لحظه. فعلا. طيب نرجع لازم كل مستشفى في الجمهوريه النهارده الدكتور اللي بيهمل انه ينزل يشوف عيان وبيزعل لما الناس بتنتقده، او فعلا النهارده بنسيب المستشفى لبعض الاطباء الصغار او لبعض الموظفين الاداريين او التبرجيه ويمنعوا مريض انه يدخل، او ان المريض ما يتكشفش عليه، او واحنا ان اصلا في الدكتور فتره فعلا محتاجين فيها المستشفى حرجه. ومحتاجين فيها العياده احنا في والدكتور مرحله والممرض حرجه. احنا فعلا. النهارده كنا زمان كله يشتكي يقول لك اصل امين الشرطه بيعمل، طب ما انت بتشوف التمريض بتعمل ايه مع الناس، ما تشوف صح التمرجي بيعمل ايه مع الناس، شوف الموظف لما حد بتروح تخلط في الميه ولا في الكهرباء ولا في اي حته وانت رايح تدفع فلوس بيعملوا ايه مع الناس. فعلا ده فعلا دليل الثقافه المنخفضه اللي هي انتشرت اوساط الشعب. يبقى هنا لازم الرقابه، الوزير مش يكتفي انه يدي الاوامر، طيب يا دكتور الوزير ما يكتفيش انه يعمل تعاقدات اتفضل. ويجيب حاجات كويسه جدا، لازم متابعه متابعه متابعه. طيب نرجع تاني لموضوعنا، هو موضوع التليجرام والفكرة اللي هو ايه، انا فاتح اللوكيشن بتاعي، انا فاتح المكان بتاعي، فبص الاقي حد بعت لي مسج وطي التلفزيون، ريحة الاكل كويسة، مش عارف مثلا انت هتنزل الساعة كام. هو الموضوع ده احنا اخترقنا الخصوصية واستخدمنا جدا الموضوع بشكل خاطئ. جدا. ما هي دلوقتي ما انا بقول لك احنا حطينا نفسنا عرضه. انا اسف ان اسرار بيتك بتتعرف وانت بره، فعلا يعني حتى ده انت النهارده لو اتكلمت في موضوع وانت فاتح الفيسبوك بعد دقيقه تلاقي نزل لك الاعلانات تخص الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. طيب احنا كنا هنتكلم في النقطة دي، رأي حضرتك برضو فيها ايه؟ ما ده انا بحط خصوصيتي بعد كده، ما ازعلش لما الناس تعرف اسراري. النهارده انت بتزود الامراض النفسيه، ان في ناس هيقول لك الله ده المخابرات بتراقبني، ده امن الدوله بيراقبني، ده الامن الوطني، ده دخلنا في اضطرابات برمجه فعلا تشككيه ده حقيقة عاليه جدا، وهو اللي فاتح الاكونت بايده، هو اللي عامله بايده، هو اللي فعلا عامل الابلاد بتاعه بايده. فعلا فهي الموضوع لازم دائما وابدا انا ما بدخلش حاجه الا ما اكون مؤهل ليها وقادر على التعامل معاها بصورة طيبة، استعداد نفسي واستعداد معنوي واستعداد معرفي. وده أهم، إن أنا أكون أكيد عارف إزاي أتعامل مع الشيء بالصورة الطيبة اللي حيث أستفيد منه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي هما في الغرب بنزلها للاستفادة، فعلا إحنا بنستفيدها للعب بس الاستخدام والتهريج، الخاطئ. ما بنستفيدش منها غير بالصورة السيئة للأسف الشديد. طيب يا دكتور احنا كنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على موضوع التنمر، وكان تمام مشرفنا دكتور نصر حامد، كان أستاذ التصميم المساعد بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر. تمام اتكلمنا معاه على دور الفن التشكيلي في القضاء على ظاهرة التنمر اللي فعلا بقت في الفترة الأخيرة منتشرة بشكل كبير. طيب دور الصحة النفسية بيكون عامل ازاي في القضاء على يعني مثل هذه الظواهر اللي فعلا بقت منتشرة في مجتمعنا؟ كمان السوشيال ميديا يعني بقت هي بقى اللي بتروج لده، زي ما بتروج للشائعات بتروج للتنمر. تمام بص يا فندم، اتفضل. المتنمر حسب المرحلة السنية. تمام الأطفال اللي بتتنمر على بعض تعرف على طول إن الطفل المتنمر هو عنده حرمان عاطفي، وبيعوض هذا الحرمان العاطفي بالتنمر على الأطفال الآخرين. أما المتنمر في السن الأكبر حاجة من اتنين، إما هو الغرض منها إوقاع الفتنة زي ما في بيتنمروا على أولاد الصعيد، على أولاد بحري، على أولاد فعلا الشرقية، على اللغة بتاعتهم. على اللغة بتاعتهم، تعرف على طول إن ده في وراها غرض سياسي، وراها إن ناس غرض الوقيع بين أفراد الشعب المصري بكافة الطوائف، فعلا أو إن واحد بيعملها نوع من الحقد أو الغيرة من واحد تاني. فعلا فهنا لازم نعرف المتنمر ده هو عنده مشكلة، عنده هو مش على المتنمر عليه. احنا كلنا بنروح للمتنمر عليه عشان الراجل بيدخل في اكتئاب، بيدخل في احباط، قد يصل به هذا التنمر، قد يصل به للانتحار للانتحار للاسف فعلا. الشديد. ده حقيقة ده حقيقة ولكن المتنمر نفسه لا، ده لازم يخضع لعلاج نفسي. شوف ليه مشكلة ان انت بتتنمر على واحد للونه او لدينه او لجنسه او لاي شيء فيه، ان دي ما احنا كده اعتراضنا اعتراض على ما خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب يا دكتور احنا حضرتك اتكلمت على موضوع ان ممكن يكون لو هو طفل صغير ومتنمر بيكون هو فاقد للحنان، طب هنا فين دور بقى الام والاب، دور الاسره عامه، يعني احنا دور الاسره هنا فين، ان هو اصلا ابنه طالع من هو صغير فاقد للحنان ده وفاقد يعني للانسانيه اللي جواه. ما هنا الاسره اما فاقده للمتابعه مع الولد او البنت، تمام يا اما في مشاكل داخل الاسره. يعني احنا عندنا مشكله كبيره
ان احنا عندنا ثقافه ان انتوا لما تيجي تتصالحوا مع بعض الزوج والزوجه يقفلوا اوضتهم ويدخلوا الاوضه فعلا بتاعتهم، لما يجي يتخانقوا يضربوا بعض يتلفظوا قدام بالالفاظ الأطفال، خارجه او يمدوا ايديهم قدام الاطفال، فعلا ده حقيقي. والاسوأ ان احيانا بيدخلوا الاطفال ان يشاهدوهم على بعض، شايف بابا بيعمل ايه يا حبيبي، شايف ماما فعلا بتعمل ايه يا حبيبي. النهارده الطفل ده كل ده انا بتجيلي بقى كامراض نفسيه وهو عمره 30 سنه 40 سنه، يقول لك اصل بابا كان بيضرب ماما، اصل ماما كانت بتعمل ايه مش عارف مع فعلا بابا، اصل مين عمل ايه. النهارده الناس فاهمه ان الطفل ده مش فاهم، والله الطفل فاهم فاهم كل فعلا حاجه، حقيقة. وكل ده بيتخزن عنده في اللاشعور بيأثر عليه اما في سلوكيات بعد كده او في تصرفات، او للاسف بيطلعها في صوره اكتئابيه او في صوره احباط او شعور بالدونيه، فعلا او للاسف بيطلعها في صوره تنمر سواء مادي او لفظي مع اقرانه في السن بتاعه. بشكرك يا دكتور جمال، دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، يعني حقيقي بجد جدا، يعني حضرتك دايما بتكون مداخلاتك وبتكون لقاءاتك سواء كان معانا او في البرامج التانية او القنوات التانية بتكون فعلا مداخلات يعني ليها معنى ومداخلات فعلا بنتعلم منها. مشاهدينا الاعزاء دلوقتي هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على قرارات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة اللي تم اصدارها امبارح، ونتكلم على اجراءات الكورونا وازاي الدولة هتتعامل مع المصل الجديد وهتتعامل ازاي مع الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. هتنضم ليا ان شاء الله زميلتي سارة جمال بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حتة.